حضور هذا الحدث أو هذا النشاط الذي تقوم به أو يقوم به نادي أجنحة وهران للطيران؟ يتعلق الأمر بنشاط رياضي ترفيهي وعلمي في نفس الوقت، نتعرف عليه اليوم مع السيد دايري أحمد فتحي وهو رئيس نادي أجنحة وهران للطيران. مساء الخير سيدي. مساء الخير ومرحبا بكم وشكرا لكم على المجيء تاعكم والعمل معنا هنا على صفحة أرزي إن شاء الله. بارك الله فيك. أول سؤال، والطائرات هذه موجودة في الخلفية، كانت تطير منذ لحظات في هذه السبخة، لو تعرفنا بهذا النشاط، نشاط مجسمات الطائرات أو الايروموديليزم. النادي الرياضي الهاوي أجنحة وهران عنده ثلاث أقسام من الرياضات الجوية، وهي رياضات طائرات نموذجية هنا اللي راهي في الخلف، وهي طائرات صغيرة يتحكم فيها عن بعد عن طريق هذه الآلة. كذلك عندنا المظلات بالمحرك، وكذلك عندنا الطائرات الخفيفة ذات المحرك لي زويالون تروازاكس. طيب بالنسبة لهذه الطائرات، يعني هذا النشاط هو نشاط يعني في وسط الطريق بين الطيران وبين صناعة المجسمات وبين أنه الإنسان تكون عنده معرفة بالميكانيك أو بالتقنيات الكهرباء، ممكن تفصلنا يعني أكثر في هذا النشاط؟ قبل كل شيء هو شغف، هو شغف، هو يعني هواية وحب في القلب لهذا المجال، مجال الطيران. الطيران النموذجي هو علم في الإلكترونيك، علم في الكهرباء، علم في الهندسة، علم في الميكانيك، علم في الفيزياء، يعني هو صفة مجسمة لكثير من العلوم تجتمع في طائرة واحدة. الطائرة عند الطير، الطير بقواعد فيزياء، الطير بهندسة محكمة، الطير عن طريق تحكم آلي محكم، الطير كذلك عن طريق تحكم في المعدات الإلكترونية يكون تحكم محكم كذلك. طيب هناك أنواع من الطائرات كنا شاهدناها منذ قليل، هناك طائرات كهربائية، هناك طائرات تمشي بالوقود، وهناك أجنحة طائرة، ليس كذلك؟ وهو كذلك يوجد فرعين، وحد الآن هما الطائرات ذات المحرك الكهربائي من نوع بريشلس، وهي طائرات قوية على كل حال، محركات قوية، تقدر تكون صغيرة تقدر تكون كبيرة على حسب الحجم. كذلك يوجد طائرات ذات المحرك البنزين وبنزين مختلط بالزيت، ويوجد طائرات شراعية اللي ما تحقش القوة الدافعة وهما البلانر. طيب ما الفائدة من هذه الطائرة؟ ولن عندما يكون الإنسان يعني قائد لطائرة فهو يطير في الجو، لكن أن تكون قائد لطائرة وأنت تبقى في الأرض، يعني ما هي ربما الفائدة أو المتعة من هذا الرياضة؟ طبعا يعني قبل لا تكون طيار على المستوى طائرة بالركاب يلقيتك تكون طيار صغير، طيار صغير يبدأ من الطفولة، والطفولة وهذا السن هذا مع التقدم في التعليم والتقدم في الدراسة يمنح أنك تكون طيار صغير، طيار شاب على الأقل كما قلنا، هذا شغف، شغف حقيقة. قيادة الطائرة هو حلم، حلم لأي طفل، لأي بنت، لأي ولد، لكن يبدأ بالدرجة الأولى، يبدأ بطائرات نموذجية. طيب بالحديث عن هذه الرياضة، ربما رياضات مثل الغوص، التسلق، الاستغوار، أو هذه الرياضة هي موجهة أكثر شيء للناس يعني الميسوري الحال، ربما بين قوسين للأغنياء، هل هذا صحيح؟ في الحقيقة كان جانب كبير من الصحة، كان جانب ببساطة شديدة، لأن كل مقتنيات الطائرة تأتينا من الخارج. لكن الآن بما أن النادي عندها الحمد لله عندها قائمة من المهندسين وكذلك عمال تقنيين وتقنيين كذلك، نعمل جادا وجادا وجادا حتى ثمن الطائرة يصبح في متناول الجميع. ويوجد الحقيقة رانا قمنا بأشياء ما هيش اختراعنا، ولكن قمنا بأشياء كثيرة حتى ثمن الطائرة الصغيرة الكهربائية يولي في متناول الجميع، ما يبقاش حلم، ما يبقاش فقط اللي عنده دراهم واللي ما عندوش دراهم. طيب بالنسبة للانخراط في هذا النادي، وأكيد يعني هناك طلبات انخراط كثيرة، وربما سيكون ضعف هذه الطلبات بعد هذا الموضوع أو هذا الريبورتاج، يعني ما هو المطلوب من المنخرط كي يلتحق بهذا النادي وكي يتعلم يعني قيادة الطائرة عن بعد؟ حتى يكون في علمكم، هنا في وهران بدينا بخمس عناصر، خمس زملاء. الآن الحمد لله راكم تشوفوا ما يقارب عن 30 35 بيبان الانخراط، هي موجودة على صفحتنا في الفيسبوك، وهما كان يوجد كذلك مشروع للسيت الويب، السيت الويب كذلك يمكن الانخراط فيه، يمكن الاتصال ما بال 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 بالنوادي في الخارج في أوروبا في أمريكا. على الجانب الداخلي عندنا قائمة للانخراط الأولي، يتم فيها تسجيل المعطيات الأولية لأي طالب انخراط، الاسم واللقب وين اتصلوا به، وكذلك نوضع تحت التصرف تاعو ثلاثة ولا أربعة الاختيارات اللي هما أساسا اللي يشكلوا النادي الرياضي الهاوي. بعد ذلك نتم حنا الاتصال بالمنخرط،
نعطوه نظره شامله، نعطوه البرنامج ونعطوه كذلك التدريبات ولي فورماسيون اللي غادي يكونوا في المستقبل، حتى يكون المنخرط على درايه كامله بالشيء اللي راه يقرا فيه في المستقبل. طيب بالنسبة للطائرة، أعتقد يعني هناك مجسم طائرة، هناك الميكانيك يعني المحرك داخل الطائرة، وأيضا هناك آلة التحكم هذه اللي راك معلقها عندك، ربما أهم شيء في هذه الرياضة هو آلة التحكم هذه. والله هو ثلاثة في ثلاثة، يعني آلة التحكم اللي هي الراديو كوموند والطائرة والماتيريال اللي يكون في الطائرة، اللي زيكيبمون اللي يكون في الطائرة، في ثلاثة طير طائرة، أي واحد ناقص منهم طائرة ما طيرش، وهذه قوانين الفيزياء ما تسمحش بأي حاجة نقص وأي أي خلل، وحتى تكون الطائرة تطير بشكل مثالي يجب ضبط الراديو كوموند، ضبط المحرك، وضبط ثاني كذلك كل ما يتعلق بالجناحات على الطائرة. طيب الطائرات يعني في هذا السبخة وفي هذا المكان الطبيعي الجميل، والجزائر تسخر بمناظر كثيرة من هذا النوع، هذه الأمكنة مناسبة لممارسة هذه الرياضة، ولكن أعتقد أن هناك أمكنة أخرى ربما تستطيعون أو تتمنون الحصول عليها لممارسة هذه الرياضة، ماذا يمكن أن تضيفوا في هذا الشأن؟ بالطبع الحلم كبير، بالطبع احنا رانا الان في هذا الوقت ان شاء الله راكم تشوفوا طائرات نموذجيه، الحلم تاعنا يروح ان شاء الله للطائرات الخفيفه ذات المحرك لي جيالم تروازاك، حتى يتمكن الشعب، حتى يتمكن المحبين الشغوفين بهذه الرياضه كذلك اللي مثلا يتقاسموا معنا النظره الجويه من هذا المكان. فيما يخص السبخه، السبخه هي احسن المنطقه او احسن مكان حاليا اللي يساعدنا من قضيه الرياضه، يساعدنا في الطائره تاعنا. ربما قضية الملح في الصيف تولي عائق لنا خاصة مع الأجهزة الإلكترونية، لكن فات ساعة الحمد لله على الأقل كاين سبخة. كذلك يمكن استعمال قطع أرضية فلاحية، يمكن التعامل مع الفلاحين حتى نكرو عليهم، حتى نأجر عليهم قطعة بسيطة من قطعة فلاح أرضية، يمكن كذلك يكون هذاك مناسب جدا خاصة في الفصول الأربعة. قضية السبخة يتعلق الأمر بفصلين اللي هو الربيع والصيف، في الشتاء السبخة تكون معمرة في طبيعة الحال، دونك يكون هذا عائق لنا، لكن إن شاء الله ما بالمساعدة إن شاء الله تاع المسؤولين وكاع لابد نشوف إن شاء الله قطع أرضية مناسبة إن شاء الله. إن شاء الله أستاذ دايري فتحي، شكرا جزيلا لك، كما أشكركم مشاهدينا الكرام، كنتم معنا في هذا المكان الطبيعي للتعرف على رياضة جديدة نتمنى لها كل التطور، ونتمنى أن يزداد شغف الشباب بها لبلا مستقبلا. عودة إليكم زملائي في العاصمة.